طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حكيت إني هينا غيرت صورة الغلاف من هون. أوكي، عند الإعدادات هون في عدة خيارات، في change background image، في عندي أربع خيارات هون. لما أكون حاططها upload an image برد أرجع أغيرها من محل ما بدي من الكمبيوتر، وين حاططهن، ملف على السي على الدي على سطح المكتب whatever. choose from a library، هنا خياراتها مش كتير يعني زي ما بدي، لكن إذا أنا التحقت في الوقت ممكن أرجع لها. reposition، شو يعني reposition؟ إعادة يعني كيف زي ما بدي أحكي مكانها، وين أحطها، أقربها، أبعدها، بجوز بدي بس هاي أظهرها، بديش هاي كلها فلسطين، فأنا لا معنية إنها تضلها. في كمان زي ما حكينا هذا الخيار، ممكن أقرب أبعد، فخليهن ما تلعبوش فيهن. بدك إيش بتعمل؟ كانسل. بدك خلاص سيف. أوكي، هاي بالنسبة لريبوزيشن. أوكي، لما أضغطت على change background or remove، لنفرض أنا بالغلط باقي حاطة إنه هاي صورة القدس مثلا، وأنا لا ما بدي عن القدس، باقي بدي أعمل عن فيروس كورونا هاي المجموعة، فبعملها remove إذا بديش بالخطوات السابقة. هون شيرينج بعدين بنيجي لها، مش رح نحكي الآن إلا بعد ما نخلص. أوكي، والبرايفت حكينا إنه خاص فقط أنت بتشوفها، ما حدا بيشوفها، أنليستد غير مدرجة، ما بدي حدا يشوفها إلا ناس خاص بس اللي أعطيهم الرابط. وببليك أي حدا بعطيه حسابي بيقدر يفوت عليها وشوف، وممكن إذا بدي بسمح له يشارك، ممكن يعدل، ممكن زميلة من زميلاتي مثلا شافت إنه هون في إشي خطأ ممكن تيجي على التعديل إذا أنا سامح لها بالتعديل. أوكي، هاي الأيقونة للي ناس بيشوفوها شي هي هيها، لاحظوا هيك هي مسكرة هيك easy record recorder mode. لما أفتح عليها، إذا ملاحظين لما أفتحها شوفوا كيف أجين شكلهن، هدول اللي أنا حاططهن زي مضغوطات، هون باجي بلعب فيهن، بجوز هاي بدي إياها فوق، هاي بدي إياها تحت. لاحظوا لما أضغط على الأسهم بتغير مكانها، هايهن شايفين هون بوتوم يعني أسفل وأعلى، هون موف داون إذا بدي لتحت. هسه خاصة لما بيصير عندي كثير أشياء، هاي بالآخر لما يكون عندي أشياء كثير مدخلها على الكوليكشن بلعب فيها. هسه خليها مسكرة، وهاي هسه بعد شوية بنحكي عنها. إذا حطيت صورة الغلاف، الخلفية، العنوان، التفصيل عنه، الآن حطيت من تويتر، حطيت فيديو، حطيت التكست. أوكي، بدي أضيف، بدي أجي أضيف يوتيوب، أرد أحاول. عفواً. مش ظابط اليوم، المفروض يجي اليوتيوب وبتختار فيديو اثنين ثلاث اربعة قد ما بدك. في مشكلة حاصلة، بعرف شو الشي هي اليوم، ولا دائما بضيف ممكن فيديو اثنين ثلاث قد ما بدي. طيب، وتويتر ضفنا منها. هسا البوك ماركس، شو هاي البوك ماركس؟ انتو لانكم جداد لو ضغطتوا عليها وهي شايفين شو كتب لكم، نو ايتم بالاول، لكن انا لانه انا ظاهر عندي او عندي كوليكشنز كثيره بيظهروا كل الكوليكشن اللي داخل الوكلت، فاذا في إشي له علاقه في فلسطين بدي ادور. اوكي، بدي اشوف اذا في إشي لفلسطين ممكن اختاره واضيفه على هاي المجموعه، كاني بعملها اثراء. هاي طالب فلسطين، هاي طالباتي، ثلاث من طالباتي من تاسع الحمد لله حصلوا على سفير ويكلت، شاركوا معي ومع زميلتي بالتوأمة، فهيهم مثلا، هاي طالب فلسطين وبكل فخر. ممكن أنا أعمل عليها هنا زائد عشان أضيفها. هاي كمان مثلا ماي او ماي هوم سونج، ماي فيفوريت سونج، أنا حاطة كوليكشن على أغنيات الشعبية مثلا فلكلورية اللي بتحكي عن فلسطين، لنفرض هدول.
انتم مش راح يظهر already عندكم لانكم جداد. فانا بعمل هن adding. هيا لاحظوا هيا هيا بيسان من تاسع جلوبال كونفرنس وشاركت في مؤتمر طلابي لكل اقطار الوطن العربي شاركنا فيه في 30/6. فانا بحتفظ فيه كتوثيق عندي. هنا سونجز عن فلسطين فانا جبت هن البوك ماركس زي مرجع يعني زي ارتباط كانهن. اوكي الان الخطوه اللي وراها الايمج العاديه اللي هسه حكينا عنها. باجي نفس الاشي كيف عملت بالخلفيه اما من ابلود ان ايمج من الصور اللي انا عاملهن. لاحظوا كم صوره انا مجهزه هسه بجوز بدي اضيف هاي بعمل عليها ضغط وبعمل اوبن. هسه يمكن بتيجي استاذ او معلمه بيحكوا لي طب يا ست شوقيه يعني معقوله 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 اجي صوره صوره؟ لا طبعا انا ما بدي صوره صوره. شوفوا كيف الطريقه بضغط على ايمج اوكي بروح على الكمبيوتر بعمل تظليل لمجموعه لنفرض هدول بدي اياهم اوكي وكمان هدول لحظه عمل نسخ اذا بضلل اكثر من وحده ان شاء الله 10 20 قد ما بدي وباجي بعملهم ايش هاي لاحظوا بحمل فيهم هاي اول صوره اللي عملتها لحالها بعدين ان شاء الله 10 20 صوره بنزله بس حسب النت لاحظوا كيف قاعد بلف هاي الصور اللي انا مجهزتها هنا لا للاستيطان هاي خارطه فلسطين بس شوي بتظهر عشان النت بعده هنا عن النكبه مثلا هاي صوره قبه الصخره جيروزلم علم فلسطين هذا تكرر مثلا لاحظوا انه عندي صوره مكرره ما بدي اياها مباشره بعمل حذف اذا هنا انا حملت اكثر من صوره بنفس الوقت اوكي اذا هاي اول طريقه ابلود ان ايمج ونفس الشيء لما حكينا قبل شوي لنفرض بدي احط الان جيروزلم اشوف بيظهر معي ظهر معي لاحظوا بدي احاول اشوف نجرب نفس الشيء بيزبط ثنتين ما بيزبط هنا المشكله في اللايبراري بس صوره صوره اما في الايمجز ممكن 10 ل 20 او اكثر من صوره حسب سرعه النت لاحظوا هنا كيف بلف سيفنج 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 الحلو فيه انك بتقدر تعمل درس كامل هون بالضبط بالضبط ترفق صوره ترفق فيديو صح صحيح والنص واسئله ممارسه كثير بدوش هذا نص واسئله هذا اسهل شيء لكم بصراحه انا اخترته لانه سهل جربيه راح تحبيه راح تنبسطي عليه انت راح تحسي حالك منظمه اكثر وبتصير في تفاعل في كل بداية بتكون صعبة بالضبط أولها بس أنت جربي يعني الصراحة إذا ما جربته مباشرة أكيد بده يكون صعب هسا لما نخلص حاولوا هيك لو تعملوا كوليكشن واحدة كل يوم ضيفوا إشي الحلو إنك بعد شهر لو رجعتي بتردي تفوتي وتعملي هسا بقول لك كيف تعملي إديشن لكل الكوليكشن أوكي فهنا إذا نفس مبدأ الفيس مس شوقية صح؟ بالضبط بالضبط يعني كأنه فيسبوك بس شو هذا انه يعني وحده كامله متكامله مثلا يونت 7 تحطي اسئله على الريدنج على السكيل تبعت اللانجوج تبعت الليسننج سبيكينج الادب الرايتنج يعني بترجعي انت اصلا له اسهل يعني لنفرض اليوم بدك تشرحي مثلا تطبيقات او عفوا عن المحادثه ممكن تحطي اشياء اضافيه مش بس من الدرس اثرائيه يعني فبتفتحي على الرابط لطالباتك بيشوفوا تعلم ذاتي بيجوكي مثلا ماخذين فكره لا شك هو احلى
بالضبط يعني جربوا نصيحة بس نخلص، جربوا لو كوليكشن واحدة تعمله وبكرة بترد تضيفوا إشي وبعده إشي وبعده إشي، يعني بتضل تضيفة زي تراكمي هذا الإشي. هسا بدي أجي للأيكون اللي وراها أبلود بي دي إف، هذا اللي هو بيكون إشي جاهز عندي، ورقة عمل مادي إثرائية مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد، أي شيء بدك إياه. أنا مجهزة إشي مادي إثرائية مثلا عن فلسطين لنفرض، ورقة عمل مادي إثرائية، كويز صغير، اللي بدك إياه. رح أشوف بتحمل ولا لا، شو قاعد بعمل لي أبلود بي دي إف، بي دي اف لازم بي دي اف. هسا واحدة تحكي طب انا خزنته كوارد، لا، لما تيجي تحفظ الوارد الامتحان في اشي تحت حفظ باسم، لما تنزل تحت في بي دي اف، في كفيديو، في كذا. كيف اول يوم ست رقية ورجتنا هذا الاشي اللي حولته الباوربوينت لفيديو مثلا، تصدير عملت له او حفظ باسم، هناك على الايقونة نفسها حفظ باسم وتختاري بي دي اف تحفظي. هاي هيو قاعد بحمل. هس هون يا مس سناء، وين سناء؟ سناء معك ست رقية ست رقية سامة. هس هون هذا الاشي انا مش جمالي، انت حكيتي انه ممكن نغير. هون انا بقدر اغير لانه مش حابة هيك بي دي اف، اوكي؟ باجي بغير اي صورة، اي صورة بدي اياها، ممكن عن فلسطين، ممكن صورة عادية، انا بقدر نفرض هدول الوردة. هاي خلص edit image. كمان تضيفي مثلا اشي هنا، بديش كلمة بي دي اف وترانسكريبت مثلا لنفرد. What do you know لنفرد. What do you know. What do you know about Palestine. انا جايبت لهم اياه من النت ومجهزت لهم اياه. اوكي دم خلص. هسا في العرض لاحظوا انا هسا بدي افتحه ما بقدر، بالعرض بفتحه وبشوف. اذا هذا بالنسبة لبي دي اف، ممكن اجيبه من وين ما يكون خزنته، انا بكون على سطح المكتب على المستندات واتيفر. هسا هون الايقونات هدول مهمة، جوجل درايف وون درايف وفيديو، هدول حلوات جدا، واكيد كلنا اما من نخزن ملفاتنا على الون درايف او الجوجل درايف. اشوف على الجوجل درايف اذا اشي له علاقة بفلسطين ممكن أجيبه. لحظه لما ممكن نعم ممكن تصمم امتحان هون للفورم بالضبط من درايف. بالضبط بكون مخزنته على الون درايف وبجيبه هون. لحظه بدي ارد عيد وين هون جوجل درايف. لاحظوا شو اجابني، بليز ساين ان تو يور جوجل درايف تو امبورت فايلز، لازم اعمل ساينينج ان، يكون لي حساب على جوجل وراح يوديني على حسابي مباشره. خطوات للأمان هاي مهمة جدا. هاي بحمل هسا بكل سيلكت. ألا بعدك موجودة؟ ألا بعدك موجودة؟ ألا شفتها فاتت ولا طلعت بعرف إيش عادت بعديها. بدهم كشف الحضور في منظر. لنفرض أنا هدول ملفات اللي عندي. لنفرض انه لنفرض هاي على فرض، اوكي انا هاي مش الموضوع خاص، لكن لنفرض انها هاي. لاحظوا لما ضغطت عليها بدي اطلع منها. تركي حكيتي ايش معي؟ فصل النت تسال عنك موجوده؟ موجوده بس النت مفصل شوي. مش مشكله، كشف الحضور كمان مره استمرت مش كاتبك يعني. طيب ماشي نعبيه مرة ثانية؟ لا بس هي مش كاتبة ستر اللي ما عب. أيوة إذا هدول الملفات اللي عندي، لنفرض أنا اخترت هذا الملف، أوكي بديش بنزل هون بنزل تحت، هاي عندي كثير أشياء خلص هاي. أو هون مثلا هاي بي دي اف أدبي، إشي للأدبي أنا عاملته، أو إشي خارجي مادي إثرائي ممكن أجيب، أو امتحان whatever. أيوة عملت select بعد ما حددته بالأزرق. بس شوي بحمل. تحميل النت هو بيعتمد عليه.
شكل الملف بيكون ثقيل عشان هيك بيطول. أنا بدي أطلع منه عشان أختار إشي. لا هيو هيو نزل، شايفين؟ هذا بي دي اف جوجل دوكيومنتس، إشي معين للدوكيومنتس. بدي كمان نفس الإشي بعدل أو بحذف، ما بدناش نعيد نفس الخطوة. هاي من جوجل درايف وهذا بيشبهه الون درايف. أي إشي أنا مخزنته سواء صور فيديو باوربوينت حولته لبي دي اف، طبعا ما بيصيرش باوربوينت إلا يكون محول لفيديو أو بي دي اف، وبترفعي على الون درايف أو الجوجل درايف. هي بحمل بس بيوصلني للون درايف اللي إلي. هاي أجاني ماي فايلز. أي مثلا لنفرض أنا هاي عاملة مجلدات زي ما حكينا امبارح، زي جوجل هدول فورمز وأشياء، ممكن أعمل مجلدات صور مايكروسوفت إكسبرت خبير مايكروسوفت، عروض باوربوينت لطالباتي، مرفقات، whatever. مفتح أي ملف أنا حافظة فيه. لنفرض إنه اللهم صل على سيدنا محمد، لنفرض هاي شهادة خبير مايكروسوفت، الحمد لله جاني مدرب مايكروسوفت معتمد. هاي لاحظوا ما كان في عندي الدائرة إشي أزرق، صح؟ لما ضغطت شو صار أزرق، وتحت هون أجاني في الأزرق select ولا add، بضغط عليها. لنفرض هذا الملف أنا. مش واضح حضرتك. نعم. الشاشة مش واضح حضرتك. مش واضح. هسه واضحة. مش واضحة. طيب برد عيد، باجي على الزائد، اخترنا من جوجل درايف، الآن من ون درايف، أي ملف بدي إياه له علاقة في درسي. أنا هسه ما فيش إشي عن فلسطين في الون درايف، بكون محضرة زي ما حكيت عرض باوربوينت، فيديو مثلاً أنا مسجلته أو طالباتي مثلاً وهن زائرات القدس وبمشين وبصورن، أو ورقة عمل أو امتحان مادة إثرائية وطيبر اللي بدك إياه. أنا جيت فتحت إشي معين، هاي فتحت ملف الصور. بعد الشاشة عندك مثل ما هي واضحة واقفة. مش واضحة؟ الشاشة واقفة عندي. عندك من النت معناته يا أستاذ. من النت أنا؟ من عندك بيكون النت. لنفرض هنا. إيه؟ الشاشة كمان واقفة عندي مش موجودة. عند الباقي. عند الباقي. كمان. الآن لازم ترجع تعملي مشاركة كمان مرة للشاشة شوقية. طيب ماشي، ها بدي أعمل ستوب ورد ستوب شيرينج، وهي رديت شير. الآن نصبر شوي على سرعة النت، بيعتمد عندكم توقف الشاشة. خلص واضحة. واضحة ممتاز. ما هي مشاكل النت. لنفرض أنا بدي من هدول الصور، لنفرض أنا هون هاي الصورة بدي إياها أشوف، بقدر أختار أكثر من صورة؟ بقدرش. لاحظوا لما ضغطت هون صار أزرق، لما جيت بدي أختار الثانية لا ما قبل إلا واحدة بس. لنفرض هاي الصورة بدي إياها، بيجي هنا open، لاحظوا صارت زرقاء open أو cancel. بديش إياها برد أقيم عنها وبروح على واحدة ثانية مثلاً. أوكي؟ خلينا على هاي. لنفرض هذا الدرس أنا شارحته عن فلسطين بالبطاقات، مثلاً matching between cities and مثلاً their locations أو إلى آخره. هون بعمل open. لاحظوا هيو بحمل. هاي شايفين؟ نفس الإشي بعمل إما delete أو editing. إذن هنا كيف أخذت من الجوجل درايف وهنا من الون درايف، سواء صور سواء فيديو سواء ورقة عمل امتحان مادة إثرائية whatever. أوكي الآن نيجي لهذا الإشي الحلو الجديد نحاول نجربه، هذا اسمه فليب جريد، فيديو تسجله أنت عن طريق الفليب جريد. أنا ما بدي مثلاً صورتي تظهر، بدي أعمل بالإعدادات
أنا اخترت صورة من عندي. لاحظوا حطيت صورة مشان أغير اللي الصورة تبعتي ما بدي إياها تظهر. في عندي أيقونات الآن، هاي أيقونات يعني زي تجميلية. هنا فلتر، فلتر يعني بغير بلون الصورة. لاحظوا شوف كيف صارت هون الألوان، هاي الخلفيات كأنها هون هون هون. تمويه، لنفرض ما بدي الخلفية تظهر، عملت تمويه هذا شكل زي الروبوت. أوكي، هاي بالنسبة للخلفيات. بس هون Add Text، هاي كلها إعدادات قبل ما أبدأ بتسجيل الفيديو. بدي نمط السؤال الكلام كلاسيك ولا سوبر باور ولا آخر، هاي يعني كيف شكل الخط بدي يظهر. مثلا بدي أكتب لهم هاي Please لنفرض watch and mention، أو بديش mention، ممكن and enjoy لنفرض، بس بدي إياهم enjoy، أو mention the most important cities in Palestine whatever. أوكي okay. الفونت اللي هو نفس الإشي اللي هو طريقة الكتابة، لاحظوا كل ما أضغط بتغير، لاحظوا هون زي ما بدك. أوكي هاي بالنسبة للفونت، اللهم صل على سيدنا محمد. التكست هنا اللي هن الألوان ممكن أغير في اللون، هاي شغلات زي كيف تجميلية زي ما بيحكوا. هنا تكست باك جراوند، ممكن أحط باك جراوند معينة إلى آخره. هاي الألايمنت اللي هي يعني وين بدي إياه، في الوسط الحكي ولا في على الشمال ولا على اليمين إلى آخره. أوكي الآن بدي أبدأ أسجل. أنا هاي الأيقونة تبعت التسجيل، هيها هذا اسمه فليب جريد من خلال الويكلت. أنا بسجل فيديو بحكي لطالباتي مثلا بليز ووتش ذس، ممكن أقرأ لهم فقرة وأحكي لهم يلا بدي إياكم مثلا بعد ساعة ساعتين مجموعة الأولى، بقسمهم المجموعات، المجموعة الأولى تقرأ لي الفقرة الأولى بصوتهم مشان أشوف أنا الفلونسي عندهم. بتقرأ أول مرة خطأ بتودي لي الفيديو، برد أسمعها بحكي لها صحيحي كذا كذا، بترد تعيده وهكذا لحد ما أوصل المستوى المطلوب. ببدأ أسجل اللي بدي إياه، هاي بكل 3 1 2، هاي هاو ار يو، ليتس بيجن، وير إز باليستاين لوكيتد، نمبر 2، منشن سم امبورتنت سيتيز إن باليستاين. أوكي خلاص ستوب، هاي ستوب عملت. بدي أشوف شو نيكست طريقة. هاي هاو ار يو، ليتس بيجن، وير إز باليستاين لوكيتد، نمبر 2، منشن سم امبورتنت سيتيز إن باليستاين. أوكي خلاص ستوب. 1 2، هاي هسا آخر إشي، هاي هاو ار يو، ليتس بيجن. لاحظوا هنا داونلود، في داونلود هون، داونلود يعني بدي أنزله، بدي أشوف وين بدي ينزل. هيو نزل هنا فليب جريد، بدي أروح أشوفه على التنزيلات وأحتفظ فيه على ملف معين مشان أحتفظ أخده على الويكلت. 1 2، هاي هاو ار يو، ليتس بيجن، وير إز باليستاين لوكيتد، نمبر 2، منشن سم امبورتنت سيتيز إن باليستاين. أوكي خلاص ستوب. 1 2، هاي أجا على التنزيلات، ليتس بيجن، where is Palestine located? Number 2, mention some important cities in Palestine. Okay? خلاص. Stop.
هاي خلصنا. Are you sure you want to exit recording or progress will be lost? Confirm. خلصت أنا. Confirm. Okay. بدي بروح بجيبه وبخزنه عندي. هاي أهم الشغلات اللي حكينا عنها. وزي ما حكيت بخليه public وبالآخر بعمله done. هسا المهم الشغل هذا شغلي أنا كيف بدي أشاركه مع زملائي ومع طلابي. أوكي خليني أشوف هدول أيقونتين مهمات. في عندي invite وفي share وفي عندي كمان ثلاث نقاط هنا. في analytics اللي هي تحليل. في change visibility نفس الطريقة اللي هناك يعني طريقة ثانية أنا غيرت من هناك. وفي كمان delete collection إذا ما عجبتني أنا هسا بعد شوي بدي أحذفها لأنه فيها خرابيش وأشياء بعملها delete. خليني أبدأ في هاي invite يعني أنا بدي أدعوكم أنتوا زملائي لكم حسابات على الوكلت. في عندي طريقتين via shareable link or code. باجي بنسخ لكم هذا اللينك أو هذا الباركود بعطيكم إياه وبتصيروا تشاركوا وتتابعوني. أو via name or email. via name or email بس أكتب بداية الحرف لنفرض أنا مثلا عارفة هاي مثلا رقية إذا عندي بتكون رقية ببعث لها. مش عندي شايفين لأنها مش عندي ما ظهرت. مثلا رائدة إذا إلها حساب على الوكلت راح يظهر. ما إلهاش لاحظوا ما بيظهر. أوكي خليني أجي على الخطوة الأولى كيف بدي أعمل. هنا باجي بعمل copy link مباشرة. لاحظوا هنا كل link copied. الآن أنا بقدر أبعثه على الماسنجر على الفيسبوك على الواتساب أشاركه على تويتر أشاركه على صفحتي وين ما بدي. أو باجي بعمل copy code هاي خليها للمرات الجاي لأنه حابة كنت أعملكم إياها وتتشاركوا معي بس لأنكم جداد عليه خليها لمرات جاي إذا حبيتم نعمل كيف التشارك وكيف التفاعل بيننا وبين طلابنا مشان نتأكد إنه وضحت الطريقة. فهي أسهل شغلة إني أعمل copy link. أو إذا أنا حافظة إيميل شخص ما لنفرض بكتب لنفرض شوقية حسب إيميلي أنا مثلاً بدي أبعثه لحالي لنفرض. هاي شايفين شو قال لي valid يعني صالح. invite شوقية 0599 إلى آخره وبعمل لها add. ها لما أعمل add مباشرة بروح بكل إنه انبعث. اوكي او في عندي اسماء هون لاحظوا في عندي هيو مجتمع وكلت نفسه ممكن ابعث لهم اياه اذا انا حابب يشاركوني فيه. وهم عموما لازم يتابعوك عشان يعطوك العضوية والسفير. في شخص هيو هذا من بنغلاديش بتوقع هون زميلات الي من فلسطين من تونس من ليبيا من العراق هاي من سوريا هاي سفيرة وكلت جديد هاي طالبة من عندي اللي صارت سفيرة وكلت بيسام. في كثير هاي من مصر هاي طالبة دربتها من منطقة جنين هاي من الخليل إلى آخره هاي زميلتي برضو من الخليل معانا بتدربه إلى آخره. أي حدا بدي إياه لنفرض هون بدي أعمل شوفوا أجت زرقاء باجي هون كمان برد أختار اللي بدي إياه وبالآخر هاي كل four invites أنا دعيت أربعة بعمل invite. هاي طريقة من الطرق. Or share هاي برضو حلوة كثير. share يعني الآن أنا هاي الكوليكشن والله عاجبني كثير عملت مثلا عن فلسطين أو على التايك question أو على مثلا الانتونيشن rising falling whatever باجي بدي أشاركها إما عن هاي الطريق اللي هي الباركود اللي زي ما حكينا قبل يومين حكيت لنا عنه ستروقية أو الجوجل كلاس روم اللي شرحته مبارح 6 آلاء أو التيمز هذا هو المعتمد جدا رقم واحد في مايكروسوفت. أوكي أو التويتر اللي له حساب على تويتر والمفروض إحنا كمعلمين لغة إنجليزية يكون لنا حساب لأنه تويتر متابع من مايكروسوفت. أو نوتيفاي شو يعني نوتيفاي يعني أنا لما أشاركه كأني بعملهم إعلان لزملائي اللي أنا مشتركي معهم على تويتر إنه هي شوفوا أنا نزلت إيش زي نوتيفيكيشن يعني زي النوتيفيكيشن. أو هاي السحاب الزرقاء اللي هو الوان درايف وهي الشغلات هاي إحنا بنستخدمهاش عموماً
أو على الفيسبوك. أو الطريقة نفس الطريقة الأولى، بعمل كوبي وباجي هسه ممكن أبعثه هسه على الشات للكل، والكل يفوت ويفتحه ويشوفه، وإذا أنا سامح لهم يعدلوا عليه ويجربوا، زي ما بعد شوية ممكن أنا أتفاعل مع طالباتي وكلهم جاوبوا حلوا ضيفوا، حتى ممكن أسمح لهم بالإضافة، يعني تضيف مثلاً إشي عن فلسطين، إشي هي عاملته أو نزلته عن النت إلى آخره. هسه الحلو كمان في هذا الإشي، هسه في حدا سأل يمكن بس عن النت، بس عن النت، لكن إذا أنا بدي أحتفظ في شغلي، لأني نفرض أنا عملت وحدة كاملة متكاملة بدي إياها أنزلها كبي دي إف، بعمل إكسبورت أز بي دي إف، بس أضغط عليها بكل إكسبورت ديس كوليكشن أز بي دي إف بأكد علي، إما بقول له كانسل بديش بطلت، أو إكسبورت أز بي دي إف، إمبلا أنا ما بدي هسه لأنها مش مرتبة، هاي بس للتدريب، أور إمبيدد زي هسه كيف التضمين اللي عملناه، ممكن أضمنها بأي طريقة معينة وأبعثها لزملائي أنا اللي بدي إياهم، ممكن أغير مرة ثانية في الكفر إيميج، في الكوليكشن تايتل، في الكوليكشن ديسكريبشن، في البوردر، ممكن اللي هي يعني الشكل، شايفين راحت تقريبا صارت زي شكل عمودي، وهدول الأشياء مش ضروريات. الآن إحنا بدنا الأشياء المهمة. هسا في شغلة ما حكيناهاش اللي هي كيف بدي أصحح، مش هسا قبل شوي حكيت يمكن أنا بدي أضيف، طيب أنا بس هدول بدي، أو هون اكتشفت خطأ مثلا ما بدي إياه، أو فيديو بحكي عن إسرائيل ما بدي إياه، برجع إن شاء الله بعد شهر بعد سنة بضغط هون edit collection. edit collection يعني بدي أعمل تحرير، سواء في مثلا في الفيزيبيليتي بديش اخليها بابليك، انا مثلا صوري كاني ناسي وعاملهن بابليك، بعملهن لا برايفت لنفرض، او اشي هون مثلا بالعنوان مثلا لنفرض اني باكي كاتب خطا، او مثلا هذا مش لعاشر هذا طلع لحداش، اي شيء بدك اياه. هسه الطريقه الحلوه كمان كيف يظهر للمشاهدين، اما بهذا الشكل اللي انتم شايفينه تحت بعض هيك، هنا باجي على لي اوت تشينج لي اوت، هذا على شكل ميديا فيو، هذا اللي ظاهر الان، اور كومباكت، شو يعني كومباكت؟ بشكل مضغوط، لاحظوا كيف صغيرين هيهن شايفين، هذا خاصه لما يكون عندي صور كثيره، انا مثلا عندنا تدريب بيكون عندي صور كثيره بعملهن بهذا الشكل، بس لما يكونوا صور صغيره لا. جريد هذا برضو حلو جدا، كل صورتين مقابل بعض، كل صورتين مع بعض، لاحظوا. أو آخر واحدة مود، هذا زي الحائط، كيف امبارح ست آلاء شرحت لنا عن لينيوت، كأنه زي حائط اللينيوت ظهرن عليه، صح؟ أنا أكثر إشي بيعجبني بصراحة هذا، طبعاً هذا بيرجع إليك أنت كشخص، كذوقك أنت، زي ما بدك، ما حدا بيقول لك لا. وهاي حكينا قبل شوي، ممكن لاحظوا الآن كثيرين، إذا بدي لنفرض هاي الصورة بدي إياها قبل هاي، لاحظوا كيف بالسحب والإفلات بعملها، بدي هاي خريطة فلسطين تيجي هون، بدي هاي ستوب هون مثلا، بلعب فيهن، فهاي مشان تساعدني على الترتيب، وبعدين بعملها إيش، خلص تسكير، واضح؟ الآن باجي بعمل دن، دن يعني خلصت. لنفرض الآن أنا بدي أبحث عن كوليكشن، أنا مثلاً عندي الآن شفتوا كثير كوليكشن فوق 150 مجموعة، مش معقولة أفتح كل مجموعة وأشوف شو بدي، مثلاً بدي عاملة مبادرة بدي أخذ رابط شغلة معينة، باجي بعمل كوليكشن، لنفرض هنا كأجي أكتب اسم الكوليكشن اللي أنا عاملته وكلت كوميونيتي أو أمباسادور أمباسادور، أبحث أشوفها، بيجيني لعدة ناسات، ممكن أنا بدي